أنه أبو بكر البغدادي في بدايات زواجي كان يميل إلى الفكر الإخواني، بل كنت أعتقد أنه فكر أصلاً كان إخواني يعني، لكن من الفارقات أصبح الفكر الإخواني فكر كفار ومرتدين وأخوان مستسلمين وغيره، مع أنه كان يؤمن بهذا الفكر وكان حياته على هذا الفكر يعني. مع أبو محمد الجولاني ما كنت أعرف عنه شيء، فقط أنهم كانوا يقولون أنهم خونة، أنهم جبهة النصرة قد خانت الدولة. لكن بالنسبة لأيمن الظواهري، أعتقد أنه إذا نسمع خطاباتهم السابقة قبل إعلان الخلافة وغيره، كانوا يعني يعتبروا أمير، لكن فجأة في يوم وليلة تغير كل هذا الفكر وأصبح تنظيم القاعدة مرتدين وأصبح فكرهم ضال. أنا كنت عند أميمة بنتي في زيارة، وسمعنا عن طريق الإذاعة البيان اللي كان يبثها التنظيم بمقتل أبو محمد العدناني. وبعد مدة شاهدتي أبي بكر؟ نعم، بعد مدة شفته وسألوني أصلاً كيف كان. كان أمر عادي جداً، ما شعرت أنه متأثر.